لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. العشرة وتسعة دقائق، مرحبا بكم في لايف سبورت. البداية بالأخبار المحلية ومباراة الجولة الختامية من المرحلة الأولى لبطولة رابطة المحترفة الأولى أسفرت على النتائج التالية. في المجموعة الأولى الترجي كان انتصر على أمل حمام سوسة 2-0، النجم الساحلي ينهزم أمام نادي البنزرتي 2-0، النادي الصفاقسي ينتصر على هلال الشاب 2-0، والملعب التونسي يفوز على اتحاد تطاوين 2-0. ونسمع تصريح مدرب الملعب التونسي حمادي الدو بعد المباراة. ظروف المناخية وظروف الضغط بتاع الترتيب وظروف المباريات، الحمد لله اليوم اونشيني معناها بعد مقابلة نادي البنزرتي اليوم فزنا على فريق اتحاد تطاوين اللي هو فريق محترم جدا، الحمد لله على دوزيام فيكتوار. حبينا نمشيو بلاي اوف بصراحة، لكن هذيك احكام الكره، تو بنلعب البلاي اوت وعندنا لي 4 بوان دو بونوس، ديجا اسبقيه للملعب التونسي اللي بالحق معناها ما كانوا طبيعي في البلاي اوف، لكن هذيك هي الكره، كون نلعبوا لعبنا للاخر في البلاي اوت وربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله. اذا كان تصريح حمادي الدو، في المقابل نسمع مساعد مدرب اتحاد تطاوين اش قال بعد الهزيمه. رغم الطقس ورغم الظروف المطر وكل شيء البرد، مالغري سا عملنا دخله باهيه، الاولاد كانوا واقفين، حاله الملعب ما تخليكش تلعب كره باهيه كيما معودين الناس، دونك قولوا برافو للاولاد، عملنا اون تام باهي، عملنا 15 مينوت الاولى باهيه، ماركينا احنا الاولانيين، والباقي عارف حاله الطقس والبرد ما يخليناش نلعبوا الكره اللي احنا نحبوها. في المجموعة الثانية الأولمبي البيجي ينهزم أمام النادي الإفريقي 3-2، اتحاد بن قردان يتعادل مع مستقبل سليمان 2-2، مستقبل الرجيش ينهزم أمام الاتحاد المنستيري 2-0، أولمبيك سيدي بوزيد ينهزم أمام نجم المتلوي 4-3، وبهذا ينزل الهلال الشاب رسمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية ويلتحق النادي الصفاقسي بالترجي والنجم واتحاد تطاوين في مرحلة التتويج من المجموعة الأولى. خلى المنتخب الوطني التونسي للأواسط اليوم في طرابلس تحضيري لغاية يوم 14 فيفري القادم استعدادا لخوض غمار كأس إفريقيا للأواسط اللي تحتضنها مصر في الفترة الممتدة بين 18 فيفري و 12 مارس، فيما يلي قائمة اللاعبين المدعوين لهذا الطرابلس من قبل الناخب الوطني عادل السليمي. بالنسبة للترجي غيث الوهابي، أمان الله مميش، محمد عزيز عبيد، ملك الماري، زين الدين ساسي، أمان الله المجاد من النادي الإفريقي، يوسف سنانة، آدم قرب، مكرم الصغير، ذي الدين الشيحي، وياسين الدريدي. نواصل بالنسبة للنجم الساحلي آدم الورتاني، رائد القزاح، فرج بن جيمة، الهادي جرتيلة، محمد أمين كشيش، في النادي الصفاقسي بركات الحميدي، محمود غربال، الأولمبي البيجي محمد وائل الدربالي، اتحاد بن قردان محمد بشير العباسي، الملعب التونسي علي السعودي، أهلي المصري محمد الضاوي، أولمبيك ليون الفرنسي شيم جبالي، سانت إتيان الفرنسي جبريل عثمان، نادي برايتون الإنجليزي سامي شوشان، وأولمبيك نيم الفرنسي ريان النصراوي. فاز رودريز الفرنسي فريق اللعب التونسي أيمن عبد النور اليوم على مضيف أوكسير بثلاث أهداف لهدفين في ثمن نهائي كأس فرنسا، وشهد لقاء مشاركة عبد النور أساسي والإسهام بشكل كبير في وصول فريقه إلى الدورة ربع النهائي، وأقصى رودز الناشط في الدرجة الثانية عديد الأندية الكبرى في مسابقة الكاس من سانت إتيان، موناكو، راسين جلوب، وأوكسير. من كرة القدم نبدل اختصاص كرة اليد، وقيمة اليوم الأربع دفعة الثانية من مواجهات الجولة الثانية يبلو البطولة الوطنية لكرة اليد، أسفرت على النتائج التالية. سبورتينغ المكنين ينهزم أمام نجم الساحلي 30-29، النادي الهلالي ينهزم أمام الترجي 34-25، بعث بن خيار يفوز على النادي الافريقي 28-27، نصر الطبولبة يفوز على نادي كورتليد بقصور السيف 28-22، نادي كورتليد بجمال ينهزم أمام جمعية الحمامات 28-25. نذكر درت أمس مباراة وحيدة ضمن هذه الجولة انتهت بفوز نادي ساقيت الزيت على مكارم المهدية بنتيجة 25-24. في كأس العالم للأندية فاز منذ قليل ريال مدريد الإسباني على الأهلي المصري بنتيجة 4-2 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وبالتالي يترشح للدور النهائي وين باش يقابل الهلال السعودي اللي بدوره فاز على فريق فلامينغو البرازيلي بنتيجة 3-2. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية، أن القيام بالتمارين الرياضية تساهم في ترفيه نبضات القلب مما تؤدي إلى تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة. تفهم لايف سبورت.